يمشي على نبع المية، قلبي حبه ويريده وانا اشغاله بيديا. ديا محلاها وريده تمشي على نبع المية، قلبي حبه ويريده وانا اشغاله بيديا. هنا يغرس الإصرار بأنامل عشقت طين الأرض، وهنا تحصد ذاكرة الأرض من محصول عرفه الإنسان منذ أقدم العصور. القمح حنطة اسمه، أو بر أو ذهب أصفر يتغنى به الفلاحون عند الحصاد وبحبوبه يتباركون. يعطيك العافية يا شباب. الله يعافيك. عرفني بحالك أغلبك. جميل غطعين. جميل، خلينا نعرف ماذا تعني للفلسطيني سنبلة القمح، خاصة أنه هو من أقدم المحاصيل اللي زرعها الفلسطينيين في أرض كنعان. والله أنا بالنسبة لموسم القمح يعني بعني لي يعني موسم كأنه أخذناه من أجداد أجدادنا، يعني وإحنا صغار كمان كنا نروح مع أجدادنا، مش وإحنا صغار وإحنا كبار يعني. يعني زي ما تقولي يعني أكثر من 20 سنة بعرف القمح، يعني بنلم العيلة وبعني لنا يعني موسم حصاد، يعني رزق وخير إلنا وبنلم يعني بنلم ذاك الحبوب هذول، يعني زي بنعمل منه خبز، الاكل كله تبعنا والرزق، وفي بنباع منه يعني برضه مدخل رزقنا يعني للبيت. بتحسوش بالتعب يمكن انتم مجموعين مع بعض؟ والله مش كل حين يعني تحس بالتعب، هيك وهيك يعني بندردش ونحكي قصايد، بنحكي ايام جدودنا ايش كانوا يسووا في ايام القمح والشغل وهذاك وبس. طيب بدنا هلا تحكي لنا تفاصيل اكثر عن حصاده وزراعته وايش ممكن نستفيد منه اكثر للمشاهد، وتعال فرجينا كيف نحصد القمح مع بعض. طيب يلا احكي لي امتى بنزرع القمح واليه الزراعه؟ والله احنا في العاده يعني بنزرع في موسم الشتاء يعني وبستوي في موسم الصيف. يعني بنزرع تقريبا في اللهم صل على سيدنا محمد في شهر 1 وشهر 12 وبقعد 3 شهور 90 يوم بقعد لما يستوي. تعرفين بطلع جار في الشتاء وبستوي جار في الصيف زي الحين عشان ينشف القمح يكون ناشف عشان نقدر نجمعه. وفي بيعملوا فريك يعني السبله هذه بقصوها زي هيك بخلوها زي ما هو وبطلعوا منه فريكه بنباع في الدقيقين، او في بخلوه لهذاك الطحين يعني للدقيق. موسم الحصاد 5 و6 موسم الحصاد. لا من 5 و6 و7 والزراعه بنزرع في 1 و12. طيب يا جميل يعطيك الف عافيه ودوام يعني الخير لك وللعائله ولكل العمال والفلاحين والمزارعين، يعطيكوا العافيه. شباب اكتست وجوههم بالعرق وقست عليهم نوائب الحياة في غزة، فلا سلوان لهم سوى ما تمنحهم الأرض من خيرات وما وحد بينهم من هموم. عمر يعطيك ألف عافية. حكينا عن الهم اللي بيجمع بينكم أنتوا الشباب في موسم الحصاد، بدي تحكي لي يعني إيش اللي دفعك إنك ما تكملش تعليمك الجامعي وتتجه إلى زراعة الأرض؟ هو صحيح في الأول إحنا كنا ندرس الحمد لله وتوافقنا بأمر الله يعني معنا شهادات، بس الوضع مش مساعد إننا نقرأ ونشتغل، فيا إما قراية يا إما شغل، يعني الظروف المعيشية صارت صعبة جدا، لا الواحد قادر يكمل رسوم جامعة ولا هي بس زبعة قد أكله شربه معيشته بس، لا قدر الله وجع دوب دويات طبيب حاجة. أما كل الشباب يعني بشكل عام اللي بتلاقيه معاه شهادة وقاعد بيشتغل ولا بده يشتغل ومعوش شهادة، يعني اغلب الشباب بتلاقيه قاعد يعني لا شغله ولا عامله فش، بتلاقيه بيقوم يزرع يحصد يعمل محصول زراعي. نتمنى لك الخير الوفير لك ولزملائك ولكل المزارعين، يعطيك الف عافيه. الله يبارك فيك. تلد الأرض الجمال كما تشاهدون، غير أنه جمال معرض وبصورة متتالية للتشويه، حيث افتتح المزارعون على طول الشريط الحدودي الشرقي للقطاع عامهم الزراعي بالمآسي، إذ أغرقت محاصيلهم بالمياه جراء فتح الاحتلال لقنوات تجمع المياه
ولم تسلم محاصيلهم من رشها بمويدات سامة أضرت وبفداحة ما يزيد عن 2000 دنم مزروع بمحاصيل حقلية وخضروات، لتصل الخسارة إلى ما يزيد عن 1.25 مليون دولار. العافية يا عم. الله يعافيك يا عمو. خلينا نتعرف الأول على اسمك. أنا أبو رامي أحمد النجار من قرية خزاعة. عم أبو رامي، كيف الموسم هاي السنة؟ الموسم السنة يعني بجيب يعني مش بزبطش 100% يعني بواحد مصروف يعني. يعني أنت يمكن وجيرانك من المزارعين تعرضتوا كتير هذا العام تحديداً كتير. لمحاولات إتلاف للأراضي. كتير كتير والله كتير. التعويضات في تعويضات. فيش والله مو واحد بدور علينا. والله مو واحد بدور علينا. الحانة بتحمل ليش هذا كله هيوته، يا بتظل ديون على التبعين الأدوية والهذاك بتظل عليها ديون، اللي عليه 5000 اللي عليه 6000 اللي عليه 7000 وبظلها للسنة الجاية بلك ربنا يفرجها وبدفع للزلمة. طب ما بين العام الماضي وهذا العام كيف شايف اليوم الموسم السنة يعني بالنسبة والكوسة والخضروات عموما كويسة في المدة الأخيرة الشمام المدة الأخيرة، بس في خراب كثير يعني في بجخم كثير الشمام بجيبش تكلفته يعني على الفاضي. يعني هذا بتكلف الزرع قد ايه بتكلف الزرع هذا بتكلف يعني كثير من حرات لحرات وفرامه ودنيا وشجر وتفتوف وزبل وكل حاجة. يعني بتكلف كثير كثير حاجات كثير. الشمام اللي زي هذا يعني شوف كيف عشان الدنيا صيف عارف لو في الشتاء بتكبرش اكثر من هذه في الشتاء لان الجو سقعه بتكبرش، ام في الصيف بتمشي في الصيف بتمشي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا الله يعافيك الله يطول عمرك كثير. وكما تابعتم طريق المزارعين في غزة معبد بالأشواك، غير أنهم أثبتوا وعلى مدار سنوات العدوان أن إرادتهم خصبة ولن تبور.